بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في فيديو النهاردة إن شاء الله عن الحلقة الرابعة من مسلسل ابن حلال الجزء الثاني، بطولة الفنان الكبير محمد رمضان. وأول من يبتدي الكلام نصلي على النبي العدنان سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي بسرد تفاصيل وملخص الحلقة الرابعة من مسلسل ابن حلال الجزء الثاني. والضابط شريف اللي كان بيطارد حبيشة زمان بسبب فشله في قضية حبيشة أخذ جزء كبير جدا في الدوسيه الوظيفي بتاعه، فبسبب الجزء الكبير اللي أخده في دوسيه الوظيفي فضل يتنقل لبلد لبلد لغاية لما وصل للبلد اللي كان فيها أحمد ابن حبيشة. فطبعا أول ما بص لأحمد لقي ان في شبه ونسبة كبيرة جدا من شبه ابوه، فشك انه يبقى ابن حبيشة. فلما عمل تحريات عنه تأكد بالفعل بانه يبقى ابن حبيشة. فطبعا اول ما عرف انه احمد يبقى ابن حبيشة ما صدق يطلع غل بالسنين اللي فاتت دي كلها في احمد. فطبعا كل يومين والتاني يودي ليه البوكس علشان يجيبوا احمد ويلفق له أي تهمة، وكان يعرضه على النيابة، وطبعا كان بيبهدله وكان بيسلط عليه بلطجية وعربجية السجن علشان يضربوه ويزبطوه. فطبعا أحمد أتعرض لبهدلة كبيرة جدا بسبب الضابط شريف، ولكن أحمد بسبب أنه كان راجل ماشي في حاله النيابة كانت بتطلعه وكانت بتخلو سبيله من أي تهمة بيلفقها لي الضابط شريف. فطبعا الحتة دي كانت بتغيظ الضابط شريف. ففي يوم من الأيام الضابط شريف طلع وهو ومعاه قوة كبيرة جدا علشان يقبضوا على تاجر مخدرات اسمه عوض، وعوض ده كان بيته جنب بيت أحمد. فلما شاف القوة جاية عليه راح نط من الحيط بتاعتهم على بيت أحمد، فالضابط شريف شافه، فأحمد ساعده على الهروب وسكت وخلاه يهرب من الباب، خلاه ساعده بأنه ينط على الشارع ويهرب. فالضابط شريف شافه وطبعا أمر العساكر والقوات اللي معه بأنهم يقبضوا على أحمد. فطبعا ورد في الوقت ده كان لسانها طويل، ففضلت تلقح الكلام وتشتم في الضابط شريف وقل له ان ابني ملهوش ذنب. فقعدت تشتم في الضابط شريف لغايه لما استفزته في الكلام، فالضابط شريف ضرب ورد بالقلم. فطبعا احمد لما شاف امه بتضرب في القلم، في الوقت ده العساكر كان بتحط الكلبشات في يده، فاول ما شاف امه اتضربت بالقلم طبعا ضرب العساكر ومسك السلاح اللي معاهم وكان عايز يضرب بيه الضابط شريف، ولكن امه منعته، ففضل يضرب الضابط شريف بيده وأداله بدل القلم 10 لغاية لما الضابط شريف أغمى عليه. وبعد كده حبيشة هرب، فبعد كده أحمد ابن حبيشة هرب. فبعد كده حبيشة قرر بأنه يرجع مصر، هو وقاعد في لبنان مع عزيزة قال ليها أنا خلاص مش هستحمل أقعد هنا تاني، أنا لازم أرجع لأهلي وأشوف إذا كانوا عايشين ولا ميتين، أشوف هي الدنيا بتعمل فيهم. فقالت له الناس ممكن تعرفك يا حبيشة، قال مين حيعرفني شوفي إزاي، ده فرق 25 سنة، قال مستحيل حد يعرف شكلي، وبعدين أنا شكلي أتغير بنسبة 100%، يعني صعب ومستحيل حد يعرف شكلي. فطبعا طلبت عزيزة بأنه تروح معاه، ولكن حبيشة قال خليكي أنا حروح لوحدي لغاية لما أتطقس على الأخبار وأعرف إيه الدنيا، ولو لقيت أهلي حتصل بيكي وتاجي أنت ومعاز علشان يعرف أخوه أحمد. فبعد كده نزل حبيشة مصر، ومن هنا تكون نهاية الحلقة الرابعة مسلسل ابن حلال جزء ثاني، بطولة الفنان الكبير محمد رمضان. أتمنى بأنه أحداث وتفاصيل المسلسل تكون نالت إعجابكم أعزائي المشاهدين. عزيزي المشاهد لا تنسانا بالاشتراك في القناة وعمل لايك لتدعيمنا وتفعيل زر الجرس ليصل كل ما هو جديد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.